عز وجل يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انتوا الله يحفظكم ويبارك فيكم بتدوروا بالشوارع والطرقات، إذا رأيتم ورقة عليها اسم الله أو آية قرآنية مثل وراء النعوي مثلا بيكتبوا عليها إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه آية من القرآن. أو إذا شفتوا مثلا كل نفس ذائقة الموت عوراء النعوي، أو الجريدة أحيانا بيكتبوا عليها أسماء الله أو أسماء الأنبياء أو أسماء معظمة كالملائكة، هذه يجب احترامها يجب تعظيمها. فإذا رأينا ورقة على الطريق عليها آية قرآنية أو اسم من أسماء الله أو اسم نبي من الأنبياء، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام، أو جبريل عليه السلام، شو بنعمل؟ هذه الورقة ما بندعس عليها ولا بنزيحها بإجرنا، إنما نرفعها، إما أن نفرق الحروف أو نحرقها حتى ما يجي عليها وسخ أو حتى ما حدا يدعس عليها، ولا بنحطها بالحاوية مع الزبالة لأنه عليها اسم الله، عليها آية قرآنية. فإما أن نفرق حرف حرف أو نحرق الورقة أو بنحطها بمكان نظيف بعيد لا تصل إليه الأقدام ولا مستقذرات. وبهذا العمل بيكون لكم أجر عظيم عند الله، وقد يغفر لكم بهذا العمل وقد تعتقون من النار، لأن الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.